الرئيس السيسي يوجه بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرتين جديدتين في غزة ويواصل استهداف النازحين. قوات الاحتلال تواصل العدوان على مخيم تول كرم وسط دمار واسع في البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين. العاشرة صباحا السابع بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، مرحبا بكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلي أحمد عبد الصمد. لك أحمد. شكرا لك دعاء. أهلا بكم مع مشاهدينا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرازق محمود شعيب رئيسا لهيئة قضايا الدولة، كما منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. وشدد الرئيس السيسي على أن استقلال القضاء وترسيخ العدالة وحماية الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون من أهم أسس نهضة الوطن والمجتمع، كما أكد الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري الري والزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عبد الرزاق محمود عبد الرحيم شعيب رئيسا لهيئة قضايا الدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون. وقد أشاد السيد الرئيس بالجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والعقيد الدكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل من خلال تفعيل مكونات التصنيع والتوزيع والتسويق والتصدير والتنمية العمرانية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري. كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة والاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة واستخدام أحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية. وفي هذا السياق تم عرض جهود الحكومة على صعيد توفير احتياجات الأراضي الزراعية من المياه خاصة من خلال تكثيف استخدام أنظمة الري الحديث. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية وبما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن قطاع الزراعة يمثل عصبا أساسيا لجهود التنمية سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من الغذاء باعتبار ذلك ضمن محددات الأمن القومي أو من خلال تعظيم الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية الوطنية للخارج، بالإضافة إلى ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل جديدة للمواطنين بما يسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني. وجه الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة في خطوة تؤكد انحيازه الواضح للحريات. المزيد في هذا العرض مع محمد أنصاري. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. انحيازا للحريات وانتصارا للقوى السياسية والمجتمعية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة التوصيات المرفوعة له من الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص. الرئيس السيسي الذي أطلق بإرادة وطنية خالصة الحوار الوطني في إبريل 2022 أكد في أكثر من مرة حرصه على تنفيذ ما ستسفر عنه المناقشات بين القوى السياسية والشبابية والحزبية والمجتمع المدني حول مختلف القضايا، وآخرها توصيات ملفات الحوار الوطني الذي قال الرئيس إن استجابته لها نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بل لم يتوقف الرئيس السيسي عند ذلك، حيث أكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول العقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. وتعكس توجيهات الرئيس السيسي بخصوص توصيات الحوار الوطني حول ملف الحبس الاحتياطي العديد من الدلالات الإيجابية، فهي تؤكد سعي القيادة السياسية على تعزيز فعالية النظام القضائي ومنح الثقة للمواطنين في قدرة الدولة على تحقيق العدالة وضمان حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة وتحسين معاملة المتهمين واحترام حقوقهم ودعم الحريات العامة وتوفير بيئة تحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. كذلك تعكس توجيهات الرئيس السيسي جدول الحوار الوطني وفعاليته في التعاطي مع القضايا التي تمس المواطن في الشارع المصري ومدى أهميته في تعزيز التواصل مع المؤسسات التنفيذية والتشريعية لصياغة الأطر السياسية والقانونية والاجتماعية الصحيحة لملف الحبس الاحتياطي. ويعد الحوار ركيزة مهمة لخلق مساحات مشتركة، فقد كسر على طاولته كل الخطوط الحمراء وتطرق لأكثر القضايا الشائكة والتي تهدف إلى تحقيق عدالة جنائية وطفرة كبرى في المنظومة القضائية من خلال تخفيف مدد الحبس الاحتياطي ومنح المحبوسين على ذمة قضايا فرصة حقيقية لإثبات البراءة دون ضياع سنوات عمرهم خلف القضبان. ويأتي إنهاء ملف الحبس الاحتياطي ضمن خطة الدولة الكبرى لتعزيز الحقوق والحريات وضمان مستوى أعلى للمواطنين للتمتع بكل حقوقهم وعلى رأسها الحقوق السياسية والمدنية. ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تبعتها الدولة لإرسال دعائم الديمقراطية، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 وإنهاء قانون الطوارئ في أكتوبر 2021، بالإضافة إلى إطلاق الحوار الوطني. هذا وقد تزامنت المناقشات حول ملف الحبس الاحتياطي مع قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة كخطوة استثنائية ذات بعد إنساني، وأيضا ما قامت به لجنة العفو الرئاسية مسبقا ضمن سلسلة المفرج عنهم سياسيا والذين تجاوزوا 1200 شخص ليعكس الرغبة الحقيقية لدى القيادة السياسية لإنهاء ملف المحبوسين. تطور حقيقي تشهده مصر في ملف حقوق الإنسان عبر عملية مستمرة ومتراكمة الأثر ستظهر نتائجها بشكل متدرج في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تسعى الدولة للتغلب عليها لضمان أعلى مستوى من الحرية. مشاهدين الكرام، كان هذا عرضا سريعا لدلالات انتصار الرئيس السيسي للحوار الوطني وانحيازه للحريات في ظل تفاعله مع توصيات الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي. شكرا لكم على طيب المتابعة.
ترأس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور ممثلي غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات ومستحضرات التجميل. وأشار الوزير إلى أنه تم إضافة جهات أخرى للجنة التفتيش المجمعة على المصانع بما يحقق مزيدا من الحوكمة لإجراءات التفتيش والمعاينة. ووجه الوزير بتنظيم المعارض التي تضم عددا كبيرا من المصنعين الذين يعرضون احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج والمعدات من جهة، والشركات المصنعة لهذه المستلزمات من جهة أخرى لتحقيق التكامل الصناعي، لافتا إلى أنه سيتم توفير أرض صناعية جديدة مجاورة لطريق الصعيد الصحراوي الغربي والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، وذلك لتوطين استثمارات في مجال صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد. بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو وعبد الحكيم الواعر، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تحديث تقنية الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر الجاري تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو. وجه وزير الري بتعزيز التواصل مع المنتفعين في مواقع المشروع للتعرف على مدى رغبتهم في تطبيق هذا التحول، مع عرض التجارب الناجحة وفوائد الري الحديث عليهم، ومؤكدا على أهمية هذا المشروع في دعم صغار المزارعين في صعيد مصر، كما أشار إلى أنه يسهم في ترشيد المياه وتعزيز إنتاجيتها في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة دخل المزارعين المادي. بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت مع الرئيس التنفيذي لشركة هواو الصينية لقطاع الطاقة الكهربائية، بحث دعم أوجه التعاون في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية. وخلال الاجتماع أكد عصمت أهمية تطوير وتحديث الشبكة الموحدة واستمرار العمل في إطار التحول الرقمي وتسريع وتيرة الانتقال من الشبكة التقليدية إلى شبكة ذكية، موضحا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي لسرقات التيار الكهربائية وخفض الفقد الفني والتجاري في إطار خطة العمل لتحسين جودة الخدمات الكهربائية. أطلقت وزارة الصحة والسكان المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور بمستوى الخدمة الطبية. أكدت وزارة الصحة أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية قد اتخذ إجراءات فورية لتوفير 12 صنف من أدوية دولاب الأزمات والكوارث، وأنه تم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني بمحافظة البحيرة، إذ أوصى الفريق بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة. بحث محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك مع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع السياحي التحديات التي تواجه القطاع وأبرز المقترحات وطروحات المستثمرين لدفع وتنشيط الحركة السياحية بجنوب سيناء. وخلال اللقاء شدد محافظ جنوب سيناء على أهمية ملف تحديات القطاع السياحي لما يوفره من عملة صعبة وفرص العمل للآلاف من الشباب بأرض المحافظة باعتبار السياحة قاطرة التنمية ويقوم عليها العديد من الصناعات والأنشطة المختلفة، مؤكدا استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم لهذا القطاع. Come on!
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجزرتين جديدتين شمال ووسط قطاع غزة، ووصل استهداف النازحين داخل المناطق التي يزعم أنها آمنة. قصف طيران الاحتلال منزلا في بيت لاهيا شمال القطاع، مما أسفر عن استشهاد 11 شخصا بينهم أطفال. ووسط القطاع استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في مخيم المغازي. شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحاجة الملحة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن، ووصف المحادثات المرتقبة بالقاهرة بأنها حاسمة. يأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الأخيرة للمنطقة أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. قالت الأمم المتحدة إن عدد الأشخاص لكل كيلو متر مربع في منطقة المواصي في قطاع غزة بلغ 30,000 شخص بسبب تدفق النازحين. قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أونروا إن الكثير من الفلسطينيين يلجؤون إلى أجزاء من المواصي ووسط قطاع غزة، وإن العملية العسكرية المستمرة وأوامر الإخلاء المتكررة أجبرت العائلات في غزة على النزوح مرارا وتكرارا. أوضحت أن كل 30,000 شخص يعيشون في كيلو متر مربع واحد بمنطقة المواصي حاليا، مقارنة ب 1200 شخص لكل كيلو متر مربع قبل حرب الإبادة والتي تشنها دولة الاحتلال. وفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن 9 من كل 10 أشخاص في غزة تعرضوا للتهجير، وأن معظم الفلسطينيين في غزة يضطرون للانتقال مرة واحدة على الأقل شهريا. تحت وطأة القصف الإسرائيلي العشوائي اضطر آلاف الفلسطينيين إلى النزوح بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وهو ما يفاقم المعاناة الإنسانية لآلاف المدنيين خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. حركات النزوح بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين قد تكون بلا شك الرحلة الأخيرة، حيث يتحرك النازحون تحت القصف الإسرائيلي المكثف، كما يعاني الآلاف من ندرة المواصلات ووسائل النقل المختلفة بسبب عدم توفر الوقود بشكل كاف، ما يضطرهم إلى استخدام عربات النقل اليدوية أو توزيع الأمتعة على أفراد العائلة جميعا. من جديد، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين الفلسطينيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة بالنزوح من أماكنهم التي زعم أنها منطقة إنسانية بالقطاع، وذلك استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية في البلدة المكتظة بآلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء. وتحت وطأة الضغط العسكري الإسرائيلي اضطر آلاف المدنيين إلى النزوح سيرا على الأقدام حاملين على ظهورهم الحقائب والأغطية والفراش وقليلا من الأطعمة وزجاجات المياه. وعلى الرغم من أن المنطقة الإنسانية المزعومة التي حددها جيش الاحتلال تفتقر إلى البنية التحتية ولا يتوافر فيها مياه ولا مرافق خدماتية، نظرا لكونها مناطق غير مأهولة وتشهد أزمات صحية وبيئية وتنتشر فيها الأمراض والأوبئة، إلا أنها كانت بمثابة مأوى للنساء والأطفال الفلسطينيين. وبحسب البيانات الواردة من الدفاع المدني الفلسطيني، فقد وضع الاحتلال أكثر من 450 ألف مواطن فلسطيني تحت وطأة تحديات إنسانية جديدة، وذلك بعد تقليص مساحة المنطقة التي صنفها سابقا بأنها إنسانية آمنة في قطاع غزة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم تلكرم، حيث ألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين. قام الاحتلال بتجريف وتدمير البنية التحتية في شوارع المخيم، وتعمد تخريب الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية على طول شارع الخدمات وسط المخيم. اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته،
وذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. من جانبها حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها في شوارعها خاصة عند بوابات الأقصى، كما فرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين. وصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من جنوب لبنان خلال الليل، وخاصة في منطقة مرجعيون. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاحتلال وصل غاراته الجوية ليلا، كما استهدفت غارة للاحتلال منزلا في كفر شوبة، مما أدى إلى تدميره. قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحرية إنه جرى رصد حريق في البحر الأحمر على بعد نحو 58 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء السليف اليمنية. وفي السياق ذاته ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة ترفع علم اليونان تعطلت في البحر الأحمر بعد هجمات متكررة تسببت في حريق على متنها وفقدانها القدرة على الإبحار. وأوضحت الهيئة أن الناقلة تعرضت لهجوم من أفراد على متن قاربين صغيرين، واستهدفت بعدد من المقذوفات غربي ميناء الحديدة باليمن. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين، تتبعها جلسة مشاورات مغلقة. من المتوقع أن تقدم الأمانة العامة إجازة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة، يشمل الوضع السياسي والإنساني في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر. أعلن تيم ويلز في خطاب أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو قبوله رسميا ترشيح الحزب له لمنصب نائب الرئيس الأمريكي. هذا وتعهد ويلز بأنه والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس سوف ينتصران على المنافس الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر المقبل. اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب إدارة الرئيس جو بايدن بأنها تعمل على تخريب الاقتصاد الأمريكي، كما أشار إلى أن أرقام الوظائف تثبت فشل إدارة بايدن. أضاف ترامب أن هناك زيادة كبيرة في نسب التضخم، ومؤكدا أنه حال فوزه في الانتخابات سيعمل على النهوض ببلاده. اتخذت العديد من الدول إجراءات لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وذلك من أجل خلق بيئة إلكترونية أكثر أمانا لهم. المزيد حول تلك الإجراءات نتابعها مع الزميل محمد أنصاري. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. العديد من الدول والبلدان عملت مع الأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج العالمي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمن أحد الأهداف خلق بيئة إلكترونية أكثر أمانا للأطفال. فرنسا قطعت خطوات كبيرة في حماية الأطفال على الإنترنت من خلال مبادرات رئيسية، حيث فرضت رقابة الأبوية للوصول بسهولة للأجهزة المتصلة بالإنترنت، كما أن هناك تركيزا قويا على منع التنمر الإلكتروني مع وضع البرامج التعليمية والتدابير القانونية لمعالجة الأضرار المختلفة عبر الإنترنت التي تؤثر على الأطفال، بما في ذلك التعرض للمحتوى الضار عبر الإنترنت. وتواصل روسيا
تعزيز جهودها في حماية الأطفال من التهديدات الإلكترونية من خلال تصفية المحتوى والتحقق من العمر وتجريم التنمر الإلكتروني ومحو الأمية الرقمية بين الأطفال والآباء وتنظيم المحتوى وسجل الحظر الموحد. ورغم وجود مجالات للتحسين في الأوروغواي، فإن التشريعات المحددة التي تستهدف حماية الأطفال على الإنترنت بشكل مباشر قد تكون محدودة، إلا أنها أيضا قطعت خطوات واسعة في معالجة حماية الأطفال على الإنترنت، حيث تعالج استغلال الأطفال، كما أحرزت تقدما كبيرا في سد الفجوة الرقمية مع مبادرات توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للأطفال. وفي كوريا الجنوبية تقدم المدارس برامج تعليمية حول الاستخدام الآمن للإنترنت من خلال قانون الحظر الليلي، والذي يمنع الأطفال دون سن 16 من الوصول إلى ألعاب الإنترنت من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بهدف مكافحة إدمان الألعاب بين الأطفال. كما تقدم مراكز متخصصة لدعم الأطفال الذين تعرضوا لاستغلال عبر الإنترنت. أما كندا فتركز على حماية الأطفال من خلال مجموعة من التشريعات التي تحكم الخصوصية والأمان على الإنترنت، بالإضافة إلى برامج توعوية تهدف إلى تعزيز استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسؤول، وتوفير موارد تعليمية وأدوات لحماية الأطفال من المخاطر على الإنترنت. وفي نيوزيلندا يتم التركيز على محو الأمية الرقمية وتعليم السلامة عبر الإنترنت، في حين أن التشريعات المحددة قد لا تكون بارزة، فقد استثمرت نيوزيلندا بشكل كبير في تثقيف الأطفال والشباب حول السلامة عبر الإنترنت، وذلك من خلال البرامج المدرسية وحملات التوعية العامة. دولة الإمارات أطلقت مبادرة السلامة الرقمية للطفل بهدف رفع مستوى الوعي بين الأطفال وطلبة المدارس حول التهديدات والتحديات الإلكترونية وتعزيز الاستخدام الآمن والبناء للإنترنت، وذلك من خلال معسكر تفاعلي للأطفال وورش عمل تدريبية ومنصة دعم للإجابة عن الاستفسارات العاجلة من الآباء بشأن السلامة الرقمية. اليونسكو تعمل مع الدول لدعم سياسات التعليم الرقمي التي تعزز من الأمان للأطفال وتدعم تطوير مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول. فالمبادئ العامة للتعليم والتنمية المستدامة التي تدعمها اليونسكو تلعب دورا في تشكيل السياسات الوطنية المتعلقة بالأمان الرقمي. مشاهدين الكرام، كان هذا عرضا لعدد من الإجراءات التي اتخذتها عدة دول بهدف حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وخلق بيئة إلكترونية أكثر أمانا للأطفال. نشكر لكم طيب المتابعة. تعاونت البلدان مع منظمة الأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج العالمي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وفيما يلي الأهداف الرئيسية للبرنامج. قالت وكالة رويترز أن بيان اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي عقده في يوليو الماضي أظهر أن مسؤولي المجلس يميلون بقوة نحو خفض سعر الفائدة بالاجتماع المقبل في سبتمبر. وأضافت رويترز أن التفاصيل الواردة في بيان اجتماع المركزي الأمريكي أشارت إلى أن العديد من المشاركين كانوا يرغبون في خفض الفائدة على الفور.
قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للجلسة 13 على التوالي، مع استمرار ارتفاع ديون الأسر واستمرار تباطؤ التضخم. وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%، متوقعا تراجع معدل النمو لعام 2024. ورياضيا، خطف فريق طلائع الجيش تذكرة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات دور 16 للبطولة. كان فريق الزمالك وطلائع الجيش لجأ إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما باستاد السلام. ويلتقي فريق طلائع الجيش أمام نظيره الإسماعيلية في إطار دور الثمانية ببطولة كأس مصر. حسم فريق بيراميدز التأهل إلى الدور نصف نهائي بطولة كأس مصر عقب الفوز على الجونة برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات دور الثمانية من عمر البطولة. أحرز أهداف فريق بيراميدز كل من أكونغولي فيستون مايالي وأحمد سامي والبوركيني بلاتي توري ومصطفى فتحي. وصلنا لنهاية النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يواجه بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرتين جديدتين في غزة ويواصل استهداف النازحين. قوة الاحتلال تواصل العدوان على مخيم طول كرم وسط دمار واسع في البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. وختاما، شكرا على طيب المتابعة.